الحمد لله بديت المشروع ديالي انا غير بشويه. كنت كنشري القزبور بجوج دريال وكنبيع جوج بعشرة دريال. جوج قزبور ما عندنا جوج بعشرة، قزبور ما عندنا جوج بعشرة. شوي شوي بديت كنجيب الخاص، شوي شوي بديت كنجيب الفجل. المهم الحمد لله بدا المشروع ديالي كيكبر ومفتخره براسي. كنجيب الحاجه كنقول خصها تتباع، خص هاد الحاجه تتباع اليوم ونعطيها قيمه ونرشها ونقادها ونتولها. بحال دابا كنجيب الخص كنقطع له الريوس ونغسلو مزيان ونتولو، كيجي كيلقاو داك الشيء نقي. من بعد هاد الشيء كانت واحد المراه مسكينه كتجيب لي كتقول لي خالتو حافظه يا مريضه نقي لي هادي نقي لي هادي نقي لي هادي. ومن تما بدا المشروع ديالي كيكبر. اي واحد بغى ينقي شي حاجه يعطيك درهم ولا جوج درهم. المهم الحمد لله قال لك من ريال تولي 10 دريال، من 10 دريال يولي خير كبير. وانتم كتشوفوا دابا المشروع ديالي كيفاش، ومازال بغيت نحسن الوضعيه ديال هاد المحل اللي كتشوفوا. السلام عليكم. كما ولفتكم الجودة عند خالتو حافظة موجودة. أجي تشوف من يوم خالتو حافظة مشات للسوق أشنو جات، جابت خضرة طرية ونقية ومن النوع الراقي. هاد الخضره اللي شفتو دابا هنايا ما كنبيعوهاش غير في خميسات، كنشدوها اللي غتنقى تنقى اللي غتقرد تقرد كامله كنديرها في كريطينات ونديرو القوق ديالنا ونديرو جنبالات. المهم كاع الحاجه اللي كدار في الفريكو كنديرها في كريطينات ونتولها على حقها وطريقها ونسكوتشيوها ونديرو البرج دخلت وحافظها من الفوق ونصيفطو لطنجة تطوان مراكش مكناس فاس كازا اي بلاصه اي بلاصه. المهم الحمد لله في المغرب الحمد لله خالت وحافظها على واحد الاقبال زوين، ومن المشروع الصغير غادي يولي كبير. وحمد لله وشكرينه.